السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا واحد البريوات اللي كيجيو بالصح لذاذ لذاذ بزاف، كنتمنى تجربوهم. اللي غادي تعمروهم باي حاجه عندكم، بالكفته، باللي في الودمير، ولا بالفواكه البحر، ولا بالطون، ولا باي حاجه عندكم يمكن لك تعمروهم بها اللي كيجيو بصح زوينين. بسم الله على بركه الله. اش غادي نحتاجو في هاد البريوات اللي كيجيو بصح زوينين، اللي بالخضار وبفواكه البحر ولا بالفرويد مير، اللي كيجيو بصح زوينين، كنتمنى تجربوهم. غادي نحتاج واحد شويه ديال القمرون ولا ديال الكروفيت، كصغير ولا كبير، الا كان كبير نقطعوه طريفات صغار، حيت انا هذا غادي نقطعو طريفات مازال. غادي نحتاج شويه ديال الكالامار، غادي نحتاج واحد القرعه اللي تكون محكوكه هكا حكاكا غليظه شويه، غادي نحتاج خيزوبه ولا جزره حتى هي تكون محكوكه غليظه شوي، غادي نحتاج بصله اللي تكون مقطعه رقيقه، وغادي نحتاج 4 ديال الفرماجات، غادي نحتاج شويه ديال الفلفله حمراء، غادي نحتاج شويه ديال الملح، وغادي نحتاج شويه ديال الابزار، من احسن نطحنوه ديك الساعات كيجي واحد المذاق ديالو زوين. وغادي نحتاج موتزاريلا، هذا اختياري، اللي ما عندكمش ما ديروش غير هذا راه كافي. المهم حاجه من هادو، ولا فرماج حمر ولا اللي عندكم تخدموا به. وغادي نحتاج هنا الزبده، هي اختياريه اللي غادي نشحروا فيها، كل حاجه غادي تشحر بوحديتها، غادي نشحروا الكروفيت بوحدو، غنشحروا الكالامار بوحدو، وغادي نشحروا القرعه بوحدها، وخيزو بوحدو، وبصله بوحدو، كل حاجه تشحر بوحديتها مع شويه ديال الزبده. الا ما عندكم الزبده غادي تشحروا بالزويته عادي. واحد المقله اللي غنسخنوها غادي نديروا فيها شويه ديال الزبده ولا الزيت اللي عندنا. غادي نزيدو عليهم هذاك شويه ديال الكروفيت. هنا العطريه ما غاديش نديروها دابا حتى الاخر، غادي نديرو فقط دابا، غادي نديرو ما غاديرو حتى شي حاجه، نديرو الزبده فاش نشحروهم صافي، حتى الاخر عاد غنديرو نديرو كلشي، نديرو مليحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الفلفله حمراء ولا بابريكا. هنا نجهدوا البوطه باش الخضره ما تطلقش لينا الماء ولا القرعه ولا خيزو، جوج بهم جهدوا عليهم البوطه كيف كتشوفوا. هنا غادي نحط كلشي هنايا وغادي نخلطو. هنا في البلاصه ديال الكروفيت والكالامار يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا الطون، اي حاجه يمكن لكم ديروها هنايا. دابا غادي نخلط كلشي، غادي ندير هذاك الفرماج، فرماج بعد ما حكيته واحد جهد ديال 3 د المعالق كبار هكاك، وغادي ندير هذوك 4 د الفرماجات،
غادي نخلط هادشي كله. غادي ندير شويه ديال الابزار كون يلا طحنتو جديد، فقط شويه ندير رشه ملح، ندير شويه ديال الفلفله حمراء اختياريه، هذه بغيتوها ديروها ما بغيتوهاش ماشي ضروري، شويه فقط وكنخلطوا كلشي. الورقه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ولا اسفل الفيديو. وكنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا له لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي فوقاش ما حطيت. وهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد فيديو جديد، نشوفكم على خير وبخير، السلام عليكم.